خلي لي بالك يمي. بالنسبة للي يسألون على انه اطير طيارة وفحل سوى او افرد الطواير عن الفحل واطير كل واحد على حدة، اخي العزيز حسب نظام الطيور مالتك. اكو عالم الطير طيارة وفحل مطيار طبيعي وما حد يأثر على الثاني خلاص، لكن اكو عالم الطير بس الافحل واحد. فيا حبيبي انت هنا راح تشوف النظام مال طيورك. اذا شفت انه الطواير والافحل مطيارهن سوى وما ناس تأثر على ناس، يعني من ناحية الطورات من ناحية الزواف هاي الامور، تبقى عاد يم شغلة الحلة انه بس ترفع حلة او بس تخليها على الترايش، ومرات حتى وهي على الحلة الطيور تبقى مداومة مستمرة على مطيارها. فاخي العزيز مو كل طير ينفرد، مو كل طير ينفرد، لان مرات الطيور من تنفرد تروح من عدها هواية. فحتى تشوف النظام ما تطيرك يلا بعد ذلك تسوي الإجراء اللازم.